إذن اليوم تجربتنا عن الـ Discrete Fourier Transform and Inverse Discrete Fourier Transform. طبعاً أنتم بالنظرين ماخذين بالتفصيل أخذتم بما يتعلق الـ Fourier Transform والـ Inverse Fourier Transform سواء بالـ Discrete أو حتى بالـ نعم العفو صار عندي خلل بالحاسبة. المهم رح نبدأ إن شاء الله اليوم تجربتنا عن الـ Discrete Fourier Transform and Inverse Discrete Fourier Transform. صوت واضح والبرزنتيشن واضح يعني؟ إذا بشكل عام احنا نريد اليوم نحقق الـ DFT والـ IDFT. الـ Discrete Fourier Transform بشكل عام احنا إذا طبقنا الـ Fourier Transform بشكل صحيح بالتحويلات اللي راح نستخدمها سواء نظريا أو بتطبيقات عملية سوف نشوف لاحقا، الاوتبوت مال هاي ترانسفورم دائما يمثل لنا نسخه من كعينه او كنسخه من الاسبيكترم للاشاره من خلال استخدام بعض مدى من الترددات اللي ممكن تدخل الى السيستم. اذا فوريير ترانسفورم تمثل لنا نسخه او عينه من اسبيكترم للاشاره. النقطة الأخرى المهمة بالفوريير ترانسفورم أنها مهمة كثير من التطبيقات الهندسية والمعالجة الإشارات بشكل عام، من هاي التطبيقات الفلترينج والكونفوليوشن اللي أخذناه بالمحاضرات بالتجارب السابقة لينير كونفوليوشن والسيركولر احتمال ناخذه إن شاء الله بالكورس الثاني، وكذلك بالكورليشن. مبدأ الكورليشن ما عرف أنتم ماخذيها بالنظري لو لا، طبعا اكو كورليشن عندنا نوعين اكو الكروس كورليشن اكو الاوتو كورليشن. الاوتو كورليشن يعني حصول على ماكسيمم باور عند نقطه معينه، وهي طبعا مستخدم بكثره بتحليل اشارات الجيل الثالث من اتصالات الموبايل اللي احنا نسميها بالسي دي ام اي الكود ديفيجن مالتيبل اكسس. شلون احنا عندنا عدد يوزرات، عفوا صوت واضح عيني، شباب صوت واضح؟ نعم واضح صوت. نعم اي، فعندنا المثال المهم احنا دائما نستخدمه بالتحليل قلنا الكورليشن اللي هي اساسا تعتمد على الفوريير ترانسفورم والديسكريت فوريير ترانسفورم، انه بالجيل الثالث من الموبايل باتصالات الموبايل فرق عن الجيل الثاني، طبعا الجيل الثاني انقرض تقريبا الا في مكانات محدده، انه بالجيل الثالث نستخدم تردد واحد لكل اليوزرات، ولكن الفرق اليوزر عن اليوزر الاخر راح تكون التمييز عن طريق الباور. هذا التمييز بالباور يستخدمون مبدا الاوتو كورليشن والكروس كورليشن. اذا الفوريير ترانسفورم داخل كتحليل داخل بقوه في عالم الاتصالات وبعالم الدي اس بي. نعم قصي استاذ الشير سكرين على الميت مو على الشيت مال التجربه. اوكي يعني بعد ما دخلت بالشيء يسموه تمام، انا صدقت لكم بشكل عام بالي، شكرا. نعم، فاذا قلنا الفوريير ترانسفورم بشكل عام سواء الديسكريت او السيريز او الى اخره من المواضيع المرتبطه بالفوريير ترانسفورم داخله بقوه بتحليل، خاصه يعني تحليل الرياضي او الاشاره تحليل اشارات لاجيال الاتصالات بالموبايل. وطبعا احنا انتم لاحظتوا احنا بالمحاضرات مال الاتصالات اي تقنيه نجي مثلا انواع الامبليتد موديليشن او بالفريكونسي موديليشن راح ناخذ لاحقا، انه دائما عندنا تو ريبريزنتيشن، تايم دومين ريبريزنتيشن اند فريكونسي دومين ريبريزنتيشن. هاي الفريكونسي دومين ريبريزنتيشن اساسا تعتمد على تحويلة فوريير، اذا ودائما ينطيني يعني تحليل كفو للسبيكترم الاشاره باي تقنيه مستخدمه باستخدام الفوريير ترانسفورم. اذا الفوريير ترانسفورم تقنيه مهمه جدا بعالم الاشارات بشكل عام، وطبعا الاتصالات او الدي اس بي هم فروع من يعني تحليل عالم الاشارات. والشغلة المهمة أخرى يعني الـ Discrete Fourier Transform أو Fourier Transform بشكل عام من ناحية الكالكوليشن أو الكمبيوتينج لهاي الحالة، خاصة من ناحية البرمجية، إحنا باعتبار عندنا الأساس مالنا الماتلاب، إذن أكو أكثر من طريقة لحساب الفوريير ترانسفورم.
الطريقة الأولى اللي يسموها بالدايركت إيكويجنز، مثل ما موجود عندكم قدامكم هاي المعادلات وأنتم ماخذيها بالنظري طبعاً وماخذيها بالتفصيل، وشون تحسبون مثلاً عندكم إنبوت سيجنال معين طبعاً عند ديسكريت نحكي إحنا شون تحللون وتطلعون الأوبتمال هاي الإشارة. إحنا بدال ما هاي تعب الحسابات فإحنا نريد نشوفها بالبرنامج كيف مباشرة نوجد هاي البارامترز. فإن الطريقة الأولى يسميها بالطريقة الدايركت، يعني تطبيق مباشر للإشارة. أنا سجاي أحكي على الماتلاب، زين؟ يعني أنتم من نظري عندكم هاي المعادلة مال الديسكريت فوريير ترانسفورم، عندكم الإنفيرس ديسكريت فوريير ترانسفورم، عندكم الـ X of N كإشارة input ديسكريت، تشوفون تريون تشوفون الفوريير ترانسفورم مال الديسكريت فوريير ترانسفورم وتطبقون هاي المعادلة. أما إذا عندكم الأوتبوت مال الفوريير ترانسفورم أو الديسكريت فوريير ترانسفورم، تريون ترجعون الإشارة إلى أصلها، يعني يعني input sequence كديسكريت input sequence، نستخدم هاي هاي المعادلة مثل ما موجود قدامكم، هاي الـ small x sub n اللي هو إشارة الإدخال، أما capital X of k اللي هي الأوتبوت مال الديسكريت فوريير ترانسفورم. هاي الطريقة الأولى برمجياً، إنه أنا أجي هاي المعادلة أدخلها بالبرنامج وهاي المعادلة أدخلها بالبرنامج. طبعاً بنظر أخذ الاعتبار البارامترات الموجودة بالمعادلات، يعني بحدود اللينكت مع السيريز جيد إلى آخره، الإكس أوف إن هاي كم عنصر، عندنا الكي إن إلى آخره، سنشوفها بالبرنامج. الطريقة الثانية واللي مهمة جداً عادة يستخدم يعني بتحليلات على مستوى هاي ليفل، هو استخدام إعادة ما أو تقنية الفاست فوريير ترانسفورم أو إعادة FFT. حسب الماتلاب بالهاب إذا تكتب FFT راح يطلع لك تفاصيل كثير عن FFT، بس كإعادة هذا FFT راح ينطيني تحويلة الإشارة بالديسكريت، يعني بالحالة الاعتيادية، إلى تحويلتها بالديسكريت فوريير ترانسفورم، وأكل IFFT راح ينطيني بالعكس. إحنا نجي بس ريد يعني نقارن نتائجنا من استخدام الـ direct equations and using FFT. طبعاً FFT اللي هي مختصر مثل ما قلت لكم الـ fast Fourier transform. تقنية الـ fast Fourier transform تقنية مهمة جداً واستخدمها بشكل يعني واسع باتصالات الجيل الرابع، اللي هو الجيل الرابع ستشوفون الشركات يعني بدأوا يطرحون اتصالات الجيل الرابع، ولو أكو بغير بدأوا يستخدمون الجيل الخامس، بس احنا نحكي من ناحية التحليل التحليلية الهندسية الرياضية. اكو تقنية بالجيل الرابع يسموها بالـ OFDM Orthogonal OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. هاي طبعا اساس التحليل الرياضي ماله تعتمد على تقنية الـ Fast Fourier Transform، هي مبدأ التعامل. شو ما تصير عندنا يعني شلون نتجاوز عملية الانترفيرنس بين الإشارات، هاي احنا ما يدخلكم بها ما اختصاصكم، ولكن كتقنية مستخدمة بقوة بعالم الإشارات سواء بالدي اس بي او بالكوميونيكيشن او ديجيتال كوميونيكيشن بالأحرى. احنا نريد هسه نريد نطبق هاي الحكي اللي قلناه، المعادلات اللي نطبقها ببرنامج بسيط. صوت واضح عيني؟ نعم واضح استاذ. نعم، الالغوريثم اللي نتبعه الالغوريثم كلش سهل. احنا اكثر الـ يعني خلينا نقول الكودات الكماليه الموجوده، يعني ايش الكودات الكماليه؟ يعني الاكس ليبل واي ليبل ستيم التايتل ليجند الى اخره، هذا اللي كله الكوبي بيست بكل البرامج. ولكن الاعادات المهمه لكل تجربه بس راح تشوفوها هي عباره عن اعاده. اذا تجربة مو تجاربنا مو صعبة بشكل، حتى تشوفون التجارب الكورس الثانية هم مو صعبة بالنسبة للدي اس بي. إذا الستيب الأول بالألغوريثم إنه get the input sequence، لازم عندي input sequence. إذا إيش مثل عندي input sequence؟ يمثل لي هاي x small of n. الستيب الثاني find the discrete Fourier transform of the input sequence using direct equations of DFT. إذا الـ direct equations نقصد باستخدام المعادلات الخاصة بتحويلات الـ discrete Fourier transform and inverse discrete Fourier transform. Step 3 find the هسه احنا الـ step 3 هو عكس الـ step 1، يعني احنا من ندخل input sequence راح تطلع لي بارامترات مال بعد تحويل يعني discrete Fourier transform. نستخدم الـ IDFT حتى نسترجع الـ X of N الأصلي. فتصرح تشوفون بالرسومات
الرسم الأول والرسم الآخر نفس الشيء. ليش؟ لأن إحنا ورا ما نحول نجي نسترجع، قالوا شوف إنه الإكواجنز هاي المقترح من قبل عالم فوريان هو صحيح، طبعا صحيح، وهنا أثبت مثبت رياضيا وبرمجيا، وسحنا راح نشوفه إن شاء الله. الستيبل قبل الأخير إنه نرسم حتى نشوف، أوكي الرسم يعني بلطعتي هذه، ونريد نشوف النتائج، يعني ما بس نريد استنتج رياضيا من تحلون، يعني إنشائيا من تحلون بالمادة النظري، راح تطلع لكم بالأخير عبارة عن قيم يعني كومبلكس. احنا نريد نشوف هاي القيم، وبالخطوة قبل الأخير نريد نشوف الرسم، لأن نريد نشوف الرسم ونريد نشوف القيم. أوكي، إذا الفلو تشارت هي عبارة عن نفس هاي الالجوريثم المتسلسل، انه ندخل start okay enter the input sequence perform the DFT using direct formulation the given input sequence okay. إذا هاي الفلو تشارت هي عبارة عن ترجمة الالجوريثم steps إلى فلو تشارت. البرنامج كلش سهل، أغلب كوداته عبارة عن كودات كمالية أنا أسميها طبعاً، لأن ثابتة ما عندنا مشكلة. هاي جملة الفور إنه بس السلسلة ما أريد أشوف شلون نعدها، لأن عندي أكثر من حالة، لأن عندي الصميشن عندي حالة الإن وحالة الكيف، هاي ناخذ من الاعتبار هذا بالصميشن، ماكو مشكلة، يعني برنامج كلش سهل. طبعاً X of K أنا سميتها بالX K، X of K سميناه بال X K هو الناتج الأوتبوت مال السيكل فورير ترانسفورم. إذا عندي فور لل K فور لل N، ليش؟ لأن عندي متغيرين، وطبعا هنا راح ندخل input كده السيكونس مال، يعني كده الأوفن نو X N مالنا، X N مالنا اللي هو get the sequence from user. إحنا راح ندخل بعد البرنامج راح ندخل يعني 1 2 3 4 5 أوكي. وطبعا الكي زد طبعا الانيشال فاليو للاري، طبعا هي عباره عن فيكتور راح يطلع الاري، هي عباره عن شنو زيروس، لان احنا بعد ماكو قيمه مخزونه، هي اذا عباره عن ستور مان عباره عن صفر، مخزن مان صفر راح نعرفها بالبرمجه، قيمه ابتدائيه دائما تعتبر صفر الا اذا اكو قيم مخزونه مسبقا، احنا ما عندنا قيم مخزونه مسبقا. اذا هاي المعادله هي نفس هاي المعادله بس ترجمناها الى كود، هاي المعادله نفس ترجمناها الى كود. اذا نرسم هاي اوكي، يعني الاوتبوت يطلع لنا، نريد نرسم هاي. اذا اللينث مالنا من صفر الى اللينث مال الانبوت سيكونس، مثلا سب بلوت نستخدم ستيم وهاي الشغلات الكماليه الاخرى. نريد نشوف الماجنيتيود مال الفورير ترانسفورم، اذا فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا انديفيدوال دي اف تي بوينتس، وبعدين نريد نرسمها، ايضا نرسم نشوف الفيز ماله، ناخذ الانجل. اذا هي عبارة عن إعازات سهلة جدا، أبسوليوت. ليش أبسوليوت وليش أنجل؟ لأن أساسا الأوتبوت مال الديسكريت فورير ترانسفورم هي عبارة عن كومبلكس نمبر، وبالتالي إحنا نريد نشوف الماجنتيود والفيز ماله. أوكي عاز بسيط جدا، أنجل للإكس كي والأي بي إس يعني أبسوليوت فاليو للإكس كي إلى آخره. نعم هسه إحنا نريد طبعا ولا ما رسمنا، نريد نسترجع إشارة السيكونس مالنا نفس المعادلة، بس هنا تلاحظون المعادلة وكان نفس هاي المعادلة، ما كأنه هو نفس هاي المعادلة، بس تأخذ من الاعتبار هنا أكو ناقص إشارة النيجاتيف هنا ماكو، فهي إحنا لازم ننتبه لها، نفس المعادلة تقريبا بس وجود الواحد على N إيان. وطبعا نريد نرسم الناتج، أوكي راح نشوف أنه الـ XN 1 2 3 4 5 الـ out مالة XK بالـ digital for transform هاي القيمة تطلع عبارة عن complex، ولهذا استخدمنا الاي بي اس الابسوليوت واستخدمنا الفيس بالنسبه للماجنيتيود وبالنسبه للانجل. هاي اذا هاي الانبوت سيكونس، هاي الماجنيتيود بالفورير ترانسفورم، فيس بالفورير ترانسفورم، هاي الاي دي اف. نشوف هنا استرجعنا اشاره الانبوت سيكونس، نروح على الماتلاب نطبق، ندخل لا تنسوا من تدخلون. هاي بالنسبة لاستخدام طريقة الدايركت، استخدام طريقة الدايركت إيكويشنز، بمعنى احنا جاي نستخدم معادلات نستخدم معادلة الفورير ترانسفورم بشكل مباشر. ممكن احنا نستخدم نكتب البرنامج بطريقة ثانية او بشكل مختصر او نفسه يعني،
بشكل مختصر شوية عدد كودات أقل ممكنة أنتم يعني تستخدمون هذا البرنامج أو البرنامج الموضح عندكم بالشيت، ما عندنا مشكلة. يعني هنا الـ X of N يعني الـ Input Sequence اللي راح ندخلها من الـ من الـ داخل الـ شو اسمه N file، ما عن طريق الـ Command Window، ما أخو مشكلة. إحنا فإذا ننفذ هي راح يطلع لنا شكل هاي الـ Input Sequence على امبليتيود. نستخدم هسه حاليا بس الديسكريت فوريير ترانسفورم، ما استخدمنا الانفرس ديسكريت فوريير ترانسفورم. هسه احنا نريد نستخدم يعازل الاف اف تي، نستخدم يعازل اف اف تي اللي هو فاست فوريير ترانسفورم، نريد نشوف نفس النتائج. اذا هاي يعازل اف اف تي لل X يا X input sequence. اوكي اذا ننفذ راح نحصل على نفس الاشارات. هاي دلاله على انه اذا عندنا طريقتين لحساب ال discrete Fourier transform و inverse discrete Fourier transform، اما باستخدام طريقه الدايركت او باستخدام طريقه ال inverse، عفوا طريقه الفاست Fourier transform. الاكسرسايز هاي تحلون يعني بالماتلاب، الاكسرسايز هاي الاكس اوف ان ماتلاب باي يوزنج تو ميثود دايركت اند اف اف. اوكي يعني منو عنده سؤال؟ شباب منو عنده سؤال؟ ما ضبط السؤال استاذ، مش عجب ما تسألون؟ والله استاذ ما أنا عن نفسي فاهم الكود. ما تسألون وبنفس الوقت يعني هاي الكود يعني هو احنا تجاربنا سهلة ما بيها شيء. بس الكويز مال الدي بي يو حتى مال الكوميونيكيشن يعني خلف الكواليس الله اعلم شلون نجاوبكم بها. بس اكو شغلتين انتم يا امتحان يعني شوف حتى الكويز هو امتحان الكتروني واحتمال حتى يعني اوبن بوك، ما احتمال اكيد اوبن بوك، احتمال كل مجموعه يمتحن سوا، بس جوابكم يعني حسب الدي اس بي يعني اغلبهم ما مجاوبين. اوكي بس الجزء الاول شلون راح نرسم السيكونس هاي بسيطة يعني ما يراد له شيء. بالجزء الثاني ما حد مجاوبه خاصة مع الاوتبوت، هو المفروض تستخدمون لينير كونفوليوشن. فعاد شوف يعني اول اي اكتبين شيء وكأنه واحد انه بس يعني فرض انه يسجل حضور اوكي وهذا هو انه لا يسجل غايب وبس. تجي على الامتحان ماكو شيء يعني الاغلبية ما مجاوبين وامتحان الكتروني والمفروض تفولون يعني، فما أعرف وين الخلل. استاذ هو الإلكتروني صار نقمة على الأغلبية يعني. والله إحنا علينا أكثر يعني، أنا يعني أحسن لي إنه بالقاعة أشرح أحسن لي، على الأقل أكو مناقشات تصير بين الطلاب بين يعني ما نمشي سريع بالمادة يعني بالكوميونيكيشن. أنا إذا أمشي سريع يعني أنا أخلص السيليبس والمحاضرات ما كان خلصت عدد المحاضرات، ولهذا يعني كثير مقتضب عظمتيكم. يعني هاي مثلا محاضرة البارحة أنا بالأيام الاعتيادية والتحضيرية خلال يعني حتى لا تصير مبالغة خلال ربع ساعة نكملها لندخل أدخل على تفاصيل الموضوع بس ومناقشات تصير فشوية تمشي وقت المحاضرة. هم حتى ما يصير عبء الطالب حتى في امتحان الكتروني المادة تصير هواية يعني كثير راح تصير المادة عليكم. فأنا ما أعرف يعني ماكو أي يعني اكتيفيشن أي يعني مناقشات ماكو، وإحنا بساعة نخلص والبارحة خلصنا من وقت صارت لجنة وزارية علينا يعني ما أعرف يعني صراحة ما أعرف إيش أقول. على العموم من عنده السؤال عيني سطيبة موجودة معانا يمكن؟ نعم أستاذ موجودة. نعم أهلا وسهلا. سلم وتق
قارئة سيا تقارير بعد ما سلموا ست الطلاب يسمعون؟ حاليا أسر تقارير بعد تقرير التجربة الخامسة أعطيتهم لي غدا. نعم. يعني باعتبار أنه ماشي دواء لساعة ثنتين. نعم نعم ماكو مشكلة. تقرير التجربة الخامسة نعم. إن شاء الله أسبوع جي ماكو مشكلة. وهاي التجربة السادسة هم يعني يحاول يخلصون أنه يعني قبل خلينا نقول لا يتأخرون أزيد من أسبوع، لأن تعرفين أنت ست وهم الطلاب يعرفون إحنا درجات يطلبون تقريبا موقف أسبوعي يطلبون من عندنا الغيابات والتقارير وشغلات كثير، يعني الطلاب احتمال ما يعرفون التفاصيل اللي احنا يعني نتعامل معها مع القسم. فأوكي يعني اللي عنده سؤال يسأل، اللي ما عنده سؤال يعني يتفضل، بس أخذ الحضور قبل ما أخذ الحضور بعد. بالنسبة للقصي موجود معنا، ما عيني قصي. بالنسبة للامتحان النصف كورس الدي اس بي شو وقت بالله قلنا؟ لأن إذا عندكم مجال تريدون تمتحنون مثلا كورس ثاني أنا حاضر. المفروض مثبتين العملية هم 4-3 4-3 نعم. فعندنا مجال تمتحنون كويز الأخ دي اس بي عملي على موتكم، يعني أنا ما عندي مشكلة يعني أنتوا على موتكم، لأن أغلبية ما مجاوبين زين. أستاذ الموعد إيمتي مثلا؟ أنتوا حددوا بس يعني لو وقت المحاضر يكون أحسن بصراحة، لأن أنا يعني ما أريد أنطيكم تجارب كثيرة بعد لي، يعني يجوز أنطيكم تجربتين بعد لنهاية الكورس، فكويز ممكن تجربة نعيدة والشكل يعني على موتكم، ولأن ما عندي مشكلة يعني تجارب موجودة فعلى مود يعني ما مجاوب زين خلي يعني مثلا محاولة ثانية يجاوب زين، احتمال نشوف بعد ما تجاوبون الامتحان الثاني يعني بها يعني مرونة بالوضع الدرجة للطالب على مودكم، يعني أنا ما عندي مشكلة ما تريدون تمتحنون وأوكي نستمر بالتجارب. يعني مثلا ما أربعاء جاي بعده مشكلة ما يعني ما كيفكم أربعاء ظلش قري صادق بالتاريخ، يعني أنتم ما راح تصير قريب على امتحاناتنا مع الكوميونيكيشن وما هاي وليلة العملي راح يكون، إذا ما أربعاء جاي بعده راح يكون ليلة العملي. لا 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 ما يصير شوية يعني زحمة تيجون أربعاء جاي بس ما في طلاب يعني صار أي نعم مشكلة اعتراف خلي يحكون حتى لا يحكم معي بعدين يعني. أنت هم عندنا جروب يعني مثلاً مثلاً تريدون نتفق، بس هاي تبليغ يعني إذا تريدون مثلا الأربعاء الجاي تمتحون دي اس بي عملي بوقت المحاضر حتى مثلا تجربة الأسبوع الجاي نأجلها لبعده، هم ما تزيد عندنا عدد التجارب. فتسمعون طلاب أي تبليغ احنا راح إن شاء الله نتفق بالجروب، إذا تريدون تمتحون كويز الأخ فعلى الأربعاء الجاي وإذا ما ووقت الامتحان العملي الخميس راح تمتحن نصف كورس. اوكي يعني استاذ بس الصوت قطع الماده كلها التجارب اللي اخذناها لو صار الكويز يعني شلون يعني الصوت يقطع استاذ ماده الكويز لو صار الاربعاء الجاي يعني كل التجارب صوت ما واضح يعني صحيح استاذ اقول لك الاربعاء الجاي كل التجارب تمتحن الأربعاء الجاي مؤمن؟ إيه أستاذ هو عقل قصي كل التجارب لا تحدد أي نعم كل التجارب وحتى تقرون حتى تضبطون بالامتحان يعني حتى تاخذون درجات زينه درجات ما لها علاقه بالكويز جاهزه من الشيتات قلت ما واضح مشكله مني خلي اشوف تشيك النت عندي لا عندي نت والبينج عيط رجال عندي مشكله ما مني يعني. اي استفسار عيني طلاب
أستاذ ما عندنا أستاذ مغادر. أوكي يعني إذا إن شاء الله إذا اتفقت على وقت امتحان خلي بالجروب مال تليجرام نتفق أي تفاصيل أي استفسار، يعني شوية ظاهر عندنا مشكلة بالنت يوم بإذن الله بلغك. أوكي كل زين قصي. إذا إن شاء الله إحنا على اتفاقنا إذا نمتحن الأسبوع الجاي نمتحن، ما نمتحن راح نمتحن تجربة جديدة. اللي ما عنده استفسار ممكن ياخذ راحته ويطلع.